لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، يعني ليقضي حاجته، فخرجت في أثره أو في إثره، خرجت في أثره أراه يعني. فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر، يعني الجدار المبني على حفته، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ومعها، مع هذه البشارة، خبر بأن هناك بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، عشان كل اللي بيجي بإيه؟ يبشر بالجنة. فلم يأتي حتى قاموا، صرفوا من مجلسهم. قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هنا، وانفرد عثمان، اجتمعت هنا في حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حائط البستان دخله النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من رضا صاحبه بذلك، صاحب البستان يعني، وجواز قضاء الحاجة في المكان الذي يعني لا يضر صاحب المكان فيه، مكان متجنب، وهذا جرت به العادة. قلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فيه صحة تصرف الفضولي، هو فعل ذلك من نفسه لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ذلك، أو من المصلحة أن يكون كذلك. في دلوس الصحابة رضي الله عنهم على نفس هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الهدي الظاهر، ولو لم يعلم المناسبة.
لأننا لا ندري لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كشف عن الساقين وتدليتهما في البئر، ولكن الصحابة الثلاثة الخلفاء الثلاثة الراشدين فعلوا ذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف لماذا فعله، فيستحب المتابعة فيه. وفيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه من المبشرين بالجنة، وكذا عمر وعثمان، وكلها معجزات ظاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما قال لعثمان على بلوى تصيبه، وأن عثمان رضي الله عنه كان هو المحق في يعني ما اتهم به، وأن من أسباب دخوله الجنة صبره على البلاء الذي أصابه لما ثار عليه الثوار وقتلوه ظلما وعدوانا. وفيه الرد على الروافض وعلى كل من يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، أو يتهم عثمان بأنه كان رجلا يعني ضعيفا مهينا يغلبه أقاربه كما قال بعض الكتاب وكانوا المستشرقين، ويعني كثير من يتكلم في حق عثمان أنه كان يفضل أقاربه وأنهم كانوا يأكلون أموال الناس، وهذا كلام باطل. البلاء الذي أصابه هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا، لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم وهجومهم على داره وهتكهم ستر بيته. يعني سيدنا عمر اتقتل، أو أن قتله رجل كافر دخل المسجد يعني خلسة وقتله وهو في المحراب، ولم يكن هناك حصار طويل، ولم يكن هناك منع من الطعام والشراب، ولم يكن هناك احتمال قتال. فعثمان صبر صبرا عظيما في هذه المحنة. ثم إنه عمر لم يتهم أحد بالجور ولا بالظلم مثل ما فعلوا مع عثمان. وقع في الصحيح في مناقب عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمره بحفظ باب الحائط، فيجمع بينهما بأنه لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الباب. يعني أولا هو قاعد بواب قبل أن يؤمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ أمره أن يكون بوابا، أو أنه قبل ذلك الإيه؟ التصرف منه لما قال أذن له، فإذا له عبارة عن إيه؟ تأكيد على أنه البواب. فيه جواز إدلاء الرجلين في البئر وفضيلة هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة، وفضيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لأنه كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم ووافق إرادة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه كان بوابا له. جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب ونحوه، أن الرسول قال أمره أن يبشرهم بالإيه؟ بالجنة. ابن موسى يقول فأولت ذلك، هو ده كان منام عشان يؤول. لا، الفراسة الظاهرة في الأمور الظاهرة نوع من يعني الإلهام الواسع العام. يعني سعيد بن المسيب أول جلوسهم بهذه الطريقة أنه سيقع في المستقبل افتراق القبور. يقول وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع
يقصد الحسن رضي الله عنه، فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله. اللكع هو الصغير، السخاب القلادة من القرنفل والمسك والعود وأخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبخة ويجعل قلادة للصبيان والجوان، يحط لهم نباتات طيبة الرائحة في رقبتهم زي العقد لكي يكون رائحتهم طيبة. يعني توقير للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يلعب مع الصبي أو يمسكه إلا وهو في هيئة حسنة. قال فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله. جاء الحسن يجري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أحبه وأحبب من يحبه رضي الله عنه. أدب أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ظل ساكتا أيضا، ولم يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان مشغول الفكر بأمر إما وحي وإما تدبير أمور المسلمين، فلو كلمه أبو هريرة لألهاه ذلك عما هو مشغول به، وهذا لابد أن يراعى مع الكبير والوالد والعالم والرئيس ويعني رأس الناس، أنه ربما يعني يشغله كلام الناس عن شيء يفكر فيه، فطالما كان يعني منشغلا لا تكلمه، فضلا إذا صرح بأنه مثلا مشغول بأمر معين أو كان ذلك لهيبته من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطا فلا يجرؤون على الكلام معه إلا بعد أن يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل السوق ويجلس بفناء الدار، يقول حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة. السوق ده كان قريب من بيت فاطمة ابنته رضي الله عنها. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. تواضع. احنا عندنا لو حد كبير دخل السوق ده، لو مدير عام بس مش محافظ مثلا ولا رئيس جمهورية ولا ملك، سبحان الله. وان كل الرسل كانوا بيمشوا في الايه؟ أسواق. حاجة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. تواضعا لله عز وجل ومعاشرة للناس في حياتهم اليومية. ولكن لما تغيرت الأحوال بقى. أثم لكع دليل أثم لكع يعني هل هو هنا كمال الرحمة بالصغير واللعب معه والمعانقة والتقبيل، هذا كله من الرحمة واللطف وحسن الخلق. لكع يطلق على الصغير، الكلمة مشتركة، يطلق أيضا على العبد، يطلق على يعني الضعيف العقل. لا مش لكع دي بتاعتنا احنا، دي يقول حتى تكون لن تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع. والصغير لأنه لسه عقله لم يكتمل فيقال عنه ذلك. الصفة دي بقى تبقى ناقصة في الايه؟ في الكبير، نقص في الكبير، لكن الصغير صغير العقل لسه. جواز يلبس الصبيان القلائد، انه يلبسوا ايه؟ عقد صغير، يعني يجوز هذا الامر بالنسبة للاطفال الصغار، والمقصود منه زي ما قلنا انواع من الطيب عشان يبقى رائحته طيبة. يعني مش هنلبسه سلسلة ذهب ولا حتى فضة بالنسبة للصبيان، إلا لو ليها غرض بقى نحط فيها عطر وكده.
استحباب تنظيف الصغار للقاء الكبار وأهل الفضل. آخر الجزء الثامن يتلوه الجزء التاسع إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.